يحكى انه كان في امراه، وهيدي الامراه عندها بنت. هيدي البنت كانت كل حياتها شايفتها قد الدنيا، بس الحياه ما بتدوم بفرحها. مرضت هيدي البنت ومرضها خلاها تتعب وتتعب لحد ما فارقت الحياه. الام من كتر ما كانت معلقه بهيدي البنت شافت الدنيا كلها سودا، ما عاد قدرت لا أكلت ولا نامت ولا شربت ولا حتى تحملت أي شيء من الحياة. صارت حزينة وقاعدة بالبيت كل الوقت لحالها. لنهار بدق عليها الباب، ولما بدق الباب ما بدها تفتح، بس من كتر ما دقوا الباب قامت فتحت غصب عنها. لقت مرة قدام الباب، قالت لها يا عمي عم دقلك ليه ما عم تفتحي؟ قالت لها شو بدك فيي تركيني بهمي؟ قالت لها أنا بلاقي حل لكل المشاكل، بصارة بعمل بدك إياه، شو ما بتقولي بلاقي لك حل. قالت لها بتلاقي حل؟ بتلاقي حل لحزني؟ أنا فقدت بنتي وبنتي كل حياتي، كيف بدي رجعها على الحياة؟ فهون ابتسمت المرة وفاتت وقعدت عندها وقالت لها أنا بلاقي لك الحل، بس بشرط لأعمل لك هيدا السحر بدك تروح تدوري عبيوت الناس كلها لتلاقيلي حبة خردل من الفرح. قالت لها شو؟ قالت لها حبة خردل من الفرح. كيف يعني؟ قالت لها انت برمي واسألي اللي عنده حبة خردل من الفرح بدك تجيبيها علشان انا اطبخها واعملها وسويها واعمل لك شي تشربيه، ولما تشربيه حترجع تكوني مبسوطة وبنتك رح ترجع. هلأ قالت الحق الكذاب عباب داره، صارت تبرم بهالبيوت وتبرم. صارت تفوت عند أول بيت، قالت له أنتو عندكن فرح؟ قالوا له عنا فرح بس فوتي لنخبرك قصتنا. أول وحدة فاتت لعندها قالت له أنا قبل ما يكون عندي فرح أو عندي حزن أنا فقدت جوزي. جوزي كان كل شي بالحياة، وجوزي لما مات ترك لي أيتام، بس أنا عم بشتغل وعم بتعب لحتى ربيهم، ورغم هيك ما فقدت الحياة، كرمال هيك بعد عندي حبة خردل من الفرح. طلعت هيك المرة وقالت أنا فقدت بنتي وهي فقدت جوزها، طيب كيف هي بعد عندها حبة خردل من الفرح وأنا ما عندي؟ فبتقوم بتقرر تكمل مشوارها، بتروح على بيت تاني. لما بتفوت على بيت تاني بتلاقي هنيك ناس قاعدين مريضة ما قادرة تقوم ما قادرة تتحرك كبرت بالعمر. قالت لو انت عندك حبة خردل من الفرح؟ قالت لا ايه يا بنتي عندي، انا كنت مرة حلوة كتير وكان عندي رجال وولاد، بس الحياة ما بتكمل هيك، مرضت وتعبت، ولادي سافر وهاجر وجوزي مات وقاعدة لحالي وهياني، لا بقدر أقوم ولا بقدر أتحرك، بس رغم هيك بعدني ببتسم وبعد عندي أمل من الحياة. كملت على بيت ثالث وقصة ورا قصة قصة ورا قصة، وبيقول المثل اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون مصيبته، وهيدي المرة اللي كانت عم بتفتش على حبة خردل من الفرح صارت معودة إنها تزور بيوت هول الناس وتسمع قصصهم وتشاركن أحزانهم وتشاركن أفراحهم، وصارت كل ما تحس حالها تعبانة تروح لعندهم وتسيرهم تاكل معهم وتقعد معهم وتتحدث معهم. نسيت قصة البصارة. أشهر مرقت وبعدين بالصدفة التقت بالبصارة بقلب الساحة بالضيعة. قالت لي يا عمي وينك؟ عم دق عليك البيت لحتى إجي شوف شو بدي أعمل لك بخردل الفرح. قالت لها بتعرفي والله نسيت أصلاً أني أنا كنت مهمومة وزعلانة، نسيت أصلاً أنه أنا كنت حزنانة، لأنه لما شاركت الناس وقعدت معهم شفت ضحكاتهم ودموعهم وشفت قصصهم وحكاياتهم وزرتهم ببيوتهم أنا بطلت حزينة. صرت شوف أنه الحياة مثل ما فيها حزن بعد فيها كتير أمل. العيد عم بيزورنا، ليه نحن ما بنفتح بابنا للعيد؟ العيد حتى لو كنا نحن حزينين مريضين عنا هموم كتيرة، أحوالنا تعبانة، بلادنا تعبانة، ليه ما منروح مندق بواب الناس
نقعد معهم، نتساير معهم. مثل ما نحن عنا أحزان، كمان غيرنا عنده أحزان. بس تعالوا نتشارك بقصصنا الحلوة، بفرحنا، بلقمتنا، بحبة المعمول، بالهدية، بتياب العيد، بأي شي بخلينا نفرح. تيضل عنا حبة خردل من الفرح. كل عيد وانتم بخير.